السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. الشيوة ديال اليوم هي هاد دي كونت فور ناجحين من أول تجربة، من آلت وأروع ما يكون. كيجيو مقرمشين من برا وهشاش من الداخل، كيدوبوا في الفم. وجدوهم لوليداتكم الفطور وللقوتي، وصفة ناجحة مضبوطة 100%. إن شاء الله تجربوهم بالصحة والراحة وتعتمدوا الوصفة. وإذا عجبكم هذا الفيديو هذا فضلا وليس أمرا، ما تنسوش أنكم تبارتاجيو مع الأهل والأحباب. ما تبخلوش عليه بوحد شي من التشجيع، وما نطولش عليكم دوز الوصفة مباشرة. بسم الله على بركة الله. عندي في هذا البول هذا غادي نحتاج واحد الرشة ديال الملحة، غادي نحتاج 100 غرام ديال البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. هذا البيض هذا ضروري تعبروه، ضروري هاد الوصفة هذه العبار، ما تزيدوا ما تنقصوا. وغادي نحتاج 150 غرام ديال السكر سنيدة، وغادي نحتاج كيس من سكر الفاني. البيض كما قلت لكم 100 غرام، ما تزيدوا عليها ما تنقصوا عليها، ضروري تعبروا البيض بالميزان. غادي نطرب مزيان حتى كتذوب ليا ديك السنيدة وكيضاعف ليا هاد الحجم هذا ديال البيض والسكر. بالنسبة للطريقة ديال العبار ديال السوائل او البيض او الزيت بالميزان، راني نزلت لكم فيديو، غادي نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، في صندوق الوصف. المهم ملي كنطرب مزيان المكونات ديال البيض والسكر والفاني، شوفوا كيفاش الخليط كيولي عندي كيبيض وكيضاعف. غادي نضيف 170 غرام ديال الزيت النباتية، وكنضيفو بهذا الشكل هذا على شكل خويط، وانا كنطرب في نفس الوقت حتى كينسجم ليا داك الزيت مع باقي المكونات، كيولي عندي واحد الخليط بحال شكل مايونيز. ضروري نخدمو المكونات مزيان بهذا الشكل هذا. الوصفه ان شاء الله غادي تنجح معكم وغتجيكم كيف ما تاعي، غير ما تزيدوا ما تنقصوا. كما قلت لكم ضروري المكونات كاملين تعبروهم بالميزان. هنا غادي نضيف 10 غرام ديال الحليب المجفف، الحليب بودره 10 غرام. بالنسبه للمكونات غنخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف. كنطرب ثاني حتى كينسجم ليا داك الحليب بودره مع الخليط. بالنسبه للدقيق، عندي هنايا الدقيق 400 غرام ديال الدقيق الابيض يكون نوعيه جيده، غربلته من قبل وضفت ليه 5 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. 5 غرام ديال الحلويات مع 400 غرام ديال الدقيق الابيض يكون مغربل ويكون نوعيه جيده. وغادي نعاود ناكد لكم ضروري كل شيء تعبروه حتى الخميره تعبروها. هاد الوصفه هذه الا ما عبرتوش فيها المكونات راه ما غاداش تصدق لكم، خاص كل شيء يكون يعني مضبوط، المكونات كامله تكون مضبوطه. بالنسبه للدقيق والخميره ضفت دقيق دفعه واحده كما كتشوفوا معايا صافي، وغادي نبدا ندخل فيه بالسباتيل بهذا الشكل هذا الموضح في الفيديو. غير جربوا هذه الوصفه هذه راه ناجحه 100%، ديروها بعينيكم مغمضين ناجحه. تحمقوا عليا الا جربتوها، انا متاكده انها غتبقى هي المعتمده عندكم. هنا ملي دخلت الدقيق كما كتشوفوا هذا هو القوام ديال هاد العجينه هذه، كما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل هذا. مازال غادي نضيف واحد 50 غرام ديال الماء، الماء ساخن طيب بحال باغا نعمر اتاي. الماء طيب 50 غرام ديال الماء يكون طيب ساخن جدا، كنخويه دفعه واحده صافي. وغادي ندخلو مزيان، غادي نخدم هاد الماء مع العجينه هكا حتى كيتساجموا ليا المكونات. المهم هنا الا درت هاد المغرفه هادي ديال العود، لحقاش قاصحه، لحقاش سباتيل الاولى شويه ديال السيليكون ما معاونتنيش صافي. كنبقى نخدم بهذا الشكل هذا حتى كنتحصل على المكونات كامله كتكون مندمجه. هذا الشكل هذا ضروري تخدموا مزيان الماء مع العجين حتى كنتحصلوا على هذا القوام.
ده هو القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه، داك الماء ما كيبقاش يبان نهائيا. المهم العجين كيولي عندنا بهذا القوام هذا كما كتشوف. كتولي رطبه بحال شكل الزبده، شوفوا تبارك الله ما شاء الله. صافي عندي هنايا هاد البوق هذا، المهم انا خدمت بهذا النوع هذا، وعندي ساكابوش او الجيب الحلواني غادي نعمره. وفي نفس الوقت في هذه المرحله هذه ملي كنكمل كنشعل الفران، الفران باش يسخن. صافي هنايا غادي نطيستيو القوام كما كتشوفوا معايا، غادي نوريكم كيفاش كيجي. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، ما العجينه ما كتشقق ما والو، شوفوا تبارك الله ما شاء الله القوام كيجي بحال شكل كريمه ديال الزبده. صافي هنايا عندي هاد اللاطه هادي اللي درت ليها الورق ديال الطهي. المهم هاد الورق هذا راه لصقته من تحت بالزبده، ضروري تلصقوه هكا باش ما يبقاش يتبعكم ملي تبداو تبوشيو. صافي لكم نبدا نبوشي بهذا الشكل هذا. المهم انا هادو راه درتهم كبار، انتم ممكن ديروا الحجم اللي بغيتو، ممكن ديروا على شكل كوكياجا، المهم اللي بغيتو. وكنستمر هكا كنبوشي حتى كنكمل، كنحاول نقاد. راه كنبوشي بكل سهولة العجينة لأنها طرية تبارك الله ما شاء الله. المهم نتوما غير ديروا هاد المقادير، يعني ما تزيدوا ما تنقصوا. الوصفة راه غتجيكم كما تاعي، غتجيكم ناجحة مليار في المية. كلشي عبروه بالنسبه للعبار ديال السوائل، بحال مثلا البيض اللي ما كيعرفش يعبره. راه غادي نخلي لكم رابط الفيديو اللي نزلت، فيديو قصير فيه تقريبا 2 دقائق هكا و30 ثانيه، وفيه الطريقه ديال كيفاش نعبره السوائل مثلا البيض او الزيت الماء الحليب. المهم هنا صافي ملي كملت هاد اللاطه، المهم انا درت 2 ديال اللاطات. غادي ندخل اللاطه اللي في الفران اللي سخنتو من قبل، واحد 5 دقائق هكايا قبل سخنتو. غادي ندخل اللاطه في الرف الوسطاني العافيه غير من التحت، النار كتكون متوسطه ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده. صافي حتى كيبانوا ليا بداو كيتحمروا مع الجناب، وكنهبطهم من التحت العافيه على الوجه ديالهم حتى كيتحمروا، كنخرجهم كيجيو بهذا الشكل هذا. شوفوا اللون موحد مذهبين كيجيو كيحمقوا، والله العظيم غير جربوا مرة كيجيو من اهلت واروع ما يكون. وصفه ناجحه مليار في الميه، اعتمدوها المكونات ضروري تعتمدوهم هم الطريقه. صافي هنايا راني غادي نلصق وحده مع وحده كما كتشوفوا تبارك الله. شوفوا الطياب ديالهم كيفاش دير موحد، بحال برا بحال بحال من التحت بحال من الفوق هكايا. كنلصق وحده مع وحده، المهم انا غادي نلصقهم غير بالناباج، ممكن تلصقهم بالكونفيتير اللي بغيتو. انايا غير خديت تقريبا قياس واحد 2 معالق كبار ديال الناباج اللي سخنتو حيت كان في الثلاجه، كيكون هكا قابط راسو وسخنتو. صافي غادي نبدا نلصق في هاد دي كوند فور مع بعضياتهم، غندير وحده مع وحده بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. وهنا من بعد ما كملتهم شوفوا تبارك الله ما شاء الله اللون كيفاش كيجي موحد، اللون ذهبي، والرشمه ديال البوق كتبقى هي هي ما كتغير ما والو. شوفوا تبارك الله ما شاء الله.
صافي. هنايا غادي ناخد 100 غرام ديال شوكولا نواغ، شوكولا غيش نواغ، غادي ندوبها في حمام مريم، وغادي نديرها في واحد الكيس بلاستيكي او نجيب الحلواني هكا يكون احسن. انا صراحه قداوليه، المهم كندوب هاد الشكلاط في حمام مريم، ما كنضيف ليه حتى شي اضافه. صافي، وكنبدا نزيكزاكي بهذا الشكل هذا حتى كنكملهم كاملين، ونتلاقى معكم في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال دي غوند فور ديال اليوم، كيجيو بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كيجيو من آلت واروع ما يكون، المنظر ديالهم كيشهي، اللون مذهب تبارك الله ما شاء الله. هذه الوصفه هذه كتستحق التجربه، كنتمنى تجربوها بالصحه والراحه وتعتمدوا الوصفه، لان فعلا كتستحق التجربه. واذا عجبكم هذا الفيديو هذا فضلا وليس امرا، ما تنساوش انكم تبارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم فائده، وما تنساوليش من واحد شيء للتشجيع. جزاكم الله خيرا، وكنقول لكم مع فيديو جديد بإذن الله، في أمان الله وحفظه، مع السلامة.